أكبر مصنع آيفون بالعالم يتوسل العاملين على العودة. الحقيقة ظهرت، أبل عم تتجسس على كل شيء بتعمله. مؤسس متى يحفر قبره بإيده بسبب تفاؤله المفرط. إنستغرام يتحول لمتجر NFTs. جوجل تطور روبوت قادر على برمجة نفسه بنفسه. وأخيراً تغييرات كبيرة من تويتر هذا الأسبوع. ميزة توثيق رسمي، مجزرة جماعية بالموظفين، وعودة خدمة فاين. أهم وآخر أخبار التكنولوجيا من هذا الأسبوع، استمر بالمتابعة للتفاصيل الكاملة. بخبرنا الأول، قديش معروفة أبل بحفظها التام لخصوصية المستخدمين من بعد التحديثات الأخيرة، مثل إعداد آيفون أناليتكس الموجود على آيفون. بيسمح لك تلغي تفعيل شير آيفون أناليتكس، يلي المفروض يمنعك من مشاركة أي معلومات تصفحك للموبايل. لكن خبيرين أمنياً أثبتوا أنه كلام أبل ببساطة كذب. اطلعوا على تطبيقات أب ستور وأبل تي في ولقوا أنه سواء هاي الخاصية مفعلة أو لا، في كم هائل من المعلومات المجموعة عن المستخدم، التطبيقات اللي بيتصفحها، الأشياء يلي بيضغط عليها، كل شيء موجود. بخبرنا الثاني، صدق المثل يلي بيقول حفر قبره بإيده، وهالمرة المثل بينطبق على مارك زوكربيرغ بالتحديد، يلي كان متفائل كتير بنمو شركته متى، ووظف عدد كبير من الناس. اليوم عم يدفع الثمن غالي، الشركة مو ماشية على خطة النمو، لأنه بدأوا الأربعاء الماضي فعلاً بتسريح مئات الموظفين للتعويض. بخبرنا الثالث، أعلنت إنستغرام عن نيتها إتاحة وصنع وبيع الـ NFTs عبر منصتها في المستقبل القريب. إعلان أول من نوعه بالنسبة لمنصة التواصل الاجتماعي. رح تقدر فئة معينة من صانعي المحتوى الكبار إنه يصمموا NFTs ويتاجروا فيها مباشرة على المنصة. بخبرنا الرابع، لما بدك تعطي أوامر لروبوت بلغتك الطبيعية رح تحتاج تبرمج اللغة للغة اللي بيتحدثها الروبوت. بس هلأ شركة جوجل غيرت هذا الشيء بعد ابتكارها روبوت قادر على برمجة نفسه بنفسه. تم إعطاء الروبوت أوامر مثل ترتيب مكعبات صغيرة حسب أحجامه وألوانه، وبلغتنا الطبيعية الروبوت قدر يفهمها وينفذ الأوامر بدون أي برمجة. بخبرنا الخامس، من أول ما دخل إيلون ماسك على تويتر وبدأت القرارات المجنونة، رح نحكي لكم أهم التغييرات اللي صارت الأسبوع الماضي. أولاً، غير عن العلامة الزرقاء المفتوحة للجميع بقيمة 8 دولار، إيلون ماسك حيضيف علامة الأوفيشل على التطبيق لتمييز الشخصيات المهمة والشركات الإعلامية والحكومية. ثانياً، إلغاء يوم الراحة والعمل عن بعد لموظفين تويتر. ثالثاً، بعد استطلاع شاركوا ماسك مع الموظفين، قرر ترجيع خدمة فاينز على تويتر مع نهاية السنة. وهلأ وصلنا للخبر الأخير، إذا ما كنتوا بتعرفوا، تم إغلاق المنطقة المحيطة بأكبر مصنع آيفون بالعالم وبالصين تحديداً. هذا المصنع بيشحن 70% من أجهزة آيفون للعالم كله. بسبب القيود موظفين المصنع هربوا. في خسارات متوقعة بـ3 مليون جهاز آيفون 14. الشركة ما لقت الحل إلا بعرض مغري للموظفين يلي هربوا، وهو مكافأة مالية لتشجيعهم على العودة للعمل. هل برأيك رح ينجح المصنع بإعادة الموظفين؟ وهي كانت أخبار التكنولوجيا لهالأسبوع. تابع شيء أنتك للمزيد.